رغم حالة الفرح بالنجوم اللي نوروا المهرجان، لكن في شجن بسبب طبعا رحيل النجمة الكبيرة شادية. فتقولي ايه عندها؟ طبعا هقول لها أيقونة السينما حبيبتي، ربنا يا رب يرحمك ويجعل مثواها الجنة، امين يا رب العالمين. لو قلت لك فيلم من افلامها تعيدي تقديمه هتختاري فيلم ايه؟ لا ما اقدرش، مفيش حد يقدر يعيد تقديم اي حاجة قدمتها شادية. شادية الله يرحمها، حاجة كده اتحفرت في قلوبنا كلنا، مين اللي عنده الجرأة ان هو يعمل حاجة زي كده ويخسر جمهوره؟ كانت فنانة شاملة بتعمل كل حاجة، بتغني وبتمثل. طبعا جميلة جميلة، ربنا يا رب يرحمها، بس هي زي ما قالت الفنانة الكبيرة يسرى، هي في مكان احسن من اللي احنا فيه اكيد. بشكرك جدا يا فوزية، ودايما اقابلك في كل المناسبات الحلوة ونشوف اعمال جميلة ليك ان شاء الله. ميرسي.